ولنقاش الملف السوري ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة مرسين التركية رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار الأستاذ غزوان قرنفل. أهلا بك أستاذ. تحياتي لحضرتك. بالتزامن مع القصف الكثيف الذي يستهدف محافظتي إدلب وحماة من قبل روسيا والنظام، ما جدوى مشروع خفض التصعيد في المناطق الآمنة طالما يخرقه الضامنون؟ تماما، يعني واضح انه مسار أستاني ومسار يعني اجتماعات سوتشي وصل كما هو واضح لطريق مسدود، وعمليات القصف والاستهداف ليست فقط بقصد قضم وهضم يعني مناطق جغرافية في منطقة خفض التصعيد الرابعة على مراحل، إنما أيضا توجيه رسائل عبر قتل المدنيين، عبر الضغط العسكري إلى تركيا لتليين بعض المواقف التي ربما لا تنسجم مع الرؤية الروسية فيما يتعلق بموضوع اللجنة الدستورية، بالإضافة إلى يعني قضايا أخرى تتعلق بالمنطقة الآمنة ومنطقة شرق الفرات. بالتالي بتقديري هاي الرسائل يدفع ثمنها اليوم المدنيين، وواضح أنه كما أسلفنا أنه المسار هذا وصل إلى طريق مسدود، وما يؤكد ذلك هو تصريح وزير الخارجية الروسي بمناشدته للمجتمع الدولي أيضا تقديم العون على اشتراع حل في سوريا، وكأنه ليس هناك محددات للحل تم التوافق عليها دوليا بما فيها روسيا وافقت عليها، واللي هي بيان جنيف واحد والقرارات الدولية ذات الصلة، وبطبيعة الحال قرار 2254. نعم، كيف تفسر استهداف المنشآت الطبية وحرمان عشرات الآلاف من المدنيين من حقهم في الرعاية الصحية؟ يعني طوال فترة الصراع لم تستثنى يعني المناطق اللي تعتبر يعني أعيان محمية، اللي هي مدارس أو مشافي أو أفران، يعني لم تستثنى من عمليات القصف، ولم يلتزم لا النظام السوري ولا روسيا ولا أي جهة في هذا الصراع لم يلتزم بمحددات القانون الدولي الإنساني، وبالتالي الاستهداف اليوم لمشافي تلك المناطق المستهدفة بالقصف يعني ليس خارج السياق، يعني هو دائما ضمن السياق، لأنه السلطة الحاكمة في سوريا ترى في المجتمع السوري وخصوصا المناطق التي خرجت عن سيطرتها وأعلنت الثورة عليها تراها كعدو، وبالتالي يعني ترى أنه كل السلاح تستخدمه هو مباح بالنسبة لها في سبيل تحقيق أهدافها في إعادة تركيع المجتمع السوري. نحن نقول إذا كانت روسيا حقيقة تبحث عن وسيلة لحل وصناعة حل سياسي في سوريا، إن كانت تريد إعادة تأهيل الأسد فلن تجد شركاء سوريين لها في صناعة هذا الحل. ما لم تطوى صفحة نظام الأسد في سوريا لن يكون هناك حل حقيقي. بالعودة لأحد الضامنين لخفض التصعيد والتوتر أو مناطق خفض التصعيد والتوتر هو الجانب التركي، ما مدى أهمية الدور التركي لحماية المدنيين أو على الأقل الحد من هذا القصف العشوائي؟ يعني بكل أسف واضح أنه كلا القوتين العظميين يعني لا يقيم وزن الحقيقة للدور التركي، بل يمارسان عليه الضغط من كل جانب. يعني الولايات المتحدة إضافة لموقفها فيما يتعلق بمنظومة صواريخ S-400 وموقفها والضغوط اللي بتمارسها على السلطات التركية اقتصاديا، اليوم عم ترسل رسالة أيضا غير مباشرة عبر مسعى لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، وبالتالي هي رسالة شديدة اللهجة إلى تركيا لممارس ضغط عليها لتطويع مواقفها باتجاه خدمة المشروع الأمريكي في المنطقة. أيضا روسيا تضغط على الطرف المقابل اللي هو تركيا لموضوع تليين الموقف التركي فيما يتعلق باللجنة الدستورية، فيما يتعلق بموقفه من تطبيع العلاقات مع نظام الأسد وإعادة تلك العلاقات إلى مسارها
الذي كان يسبق مرحلة الثورة في سوريا. إلى أي مدى تظن أن النظام والحليف الروسي قررا إنهاء الأزمة من خلال الحسم العسكري واستعادة المناطق؟ يعني أنا أعتقد قرار استعادة منطقة إدلب هو قائم وموجود، ولكن لا يراد تنفيذه بطريقة اجتياح كامل. وقد أعلنت هذا الرأي سابقا بعدة مداخلات، ما أزال أرى أنه لن يسمح النظام السوري وروسيا ببقاء إدلب على هذا الوضع. إما أن يتم تفكيك يعني جبهة تحرير الشام وإعادة تكوين عمليات مصالحة من وجهة نظر النظام، يعني لتسمح بإعادة دخول النظام إلى إدلب سلما، أو سيكون هناك اجتياح جزئي لبعض المناطق. وأعتقد أنه ربما تكون الخطوة القادمة هي المنطقة المنزوعة السلاح في منطقة خط التصعيد الرابع، ومن ثم قضم تلك المنطقة وبعد هضمها الانتقال إلى مرحلة أخرى ما لم تجحل هذه القضية. برأيك كيف ستتعامل المعارضة مع كل هذه التطورات الأخيرة في إدلب وحماة، وهي التي عادت قبل أيام قليلة من جولة جديدة في أستانا؟ يعني بتقديري القوى المسلحة على الأرض لم يعد لديها من خيارات سوى المواجهة، لأنه ليس هناك يعني ملاذ آمن تلجأ له بعد الآن سوى تلك المنطقة التي تتشبث بها الآن، وبالتالي ليس لديها من خيارات إلا المواجهة أو يعني الوصول إلى صياغة حل سياسي يجنب المدنيين ويلات تلك الحرب. ولكن واضح أنه لا روسيا ولا النظام عابئين بالوصول إلى حل سياسي بما يرضي الحد الأدنى من طموحات الشعب السوري. شكرا جزيلا لك رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار الأستاذ غزوان قرنفل، كنت معنا عبر سكايب من مدينة مرسين التركية.